بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قعدت أفكر مع نفسي كده، ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أخفوا ليلة القدر ليه؟ ليه؟ احنا ما نعرفش ليلة القدر امتى، كلها توقعات، وواحد يقول لك أصل إنها كلاب ما هوهوتش النهاردة، وأصل السماء كانت صافية، كلها كلام اجتهادات غير مقنعة تماما. لكن ما السبب الرئيسي ان ربنا سبحانه وتعالى يخفي ليلة القدر؟ خلي بالكم احنا في العشر الاواخر دلوقتي. انا اعتقادي والله اعلم، وانا لا اعمل معاكم من يوم ما عرفتكم الا باعمال العقل. اعمال العقل عندنا في الدين هام جدا جدا جدا، وجميع صفحات القرآن دعوة لإعمال العقل. احسب كده، ألا يتفكرون كم مرة، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون، احسبها كم مرة هتلاقي إعمال العقل مهم. فأنا أعملت عقلي وقعدت أفكر ليه ربنا أخفى ليلة القدر. والرسول ما يعرفش إمتى إن القرآن نزل، ما يعرفش، بس ما قالهاش المسلمين. ويقال في قصة لها كده إن هو كان ناوي ولكن نسي أو كده، الله يعلم. يعني اعتقادي والله أعلم إخفاء ليلة القدر عشان المسلمين تتقسم، المسلمين تتقسم. فرز أول بيحيي 30 ليلة، يبقى 100 100 قبل ليلة القدر، ما فيهاش شك، أحيا 30 ليلة. أدي فرز أول. فرز تاني، العشر الأواخر كله، لأن الرسول قال التمسوها في العشر الأواخر. فرز ثالث، الأحادة من العشر الأواخر، الأيام الفردية من العشر الأواخر. فرز رابع، ليلة 27. شفتوا إخفاء ليلة القدر قد يكون عشان نتقسم. طب اللي قالوا 27 قالوا إيه؟ قالوا الصورة، كلمة هي جت رقم 27 في صورة عدد كلماتها 30 كلمة. إن أنزلناه في ليلة القدر، احسب معايا هتلاقي دول 30 كلمة، كلمة هي جت رقم 27، فقالوا يبقى هي 27. جايز، جايز جدا، ده إعمال عقل برضو، إعمال عقل. لكن ليلة القدر مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع من أول الشهر، من أول ما يبتدي رمضان ليلة القدر مفتوحة. ليلة القدر اما تيجي تحسب عبادتها لواحد عاش 83 سنة، 1000 شهر خير من 1000 شهر. عبادة ليلة كأن واحد عاش 83 سنة بيتعبد. خلي بالكم الرقم، محدش بيقعد ل83، لا نادر جدا يعني، كأنه قعد 83 سنة يتعبد في ليلة. طب افرض مرة عليك 40 رمضان، 40 رمضان عشتهم وصادفت ليلة القدر وتعبت فيها، احسب 83 في 40 رمضان، شوف بقى كام سنة هينفعوك يوم القيامة. يوم القيامة مش هينفعنا غير الأعمال الصالحة فقط، فقط قيام ليلة القدر من الأعمال الصالحة أكيد يعني. عشان كده لعاشر مرة بقولها، وبقولها من قلبي والله، من قلبي، رمضان لا شهر مسلسلات ولا شهر عزايم، خسارة. لا شهر مسلسلات ولا شهر عزايم، ده شهر عبادة. في ليلة بألف شهر، عبادة ليلة، ليلة واحدة بس. انت المشكلة انك مش عارفها، انت ما تعرفش الليلة دي امتى. فلو تقيم الشهر كله انت الكسبان، تقيم العشر الاواخر انت الكسبان نمرة 2، تقيم الفرادة من 10 أواخر انت الكسبان رقم 3، تقيم 27 يعلم الله هي 27 ولا لا، انما برضو كسبان ان شاء الله. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله. نبدأ برسائل السادة المشاهدين. منا علاء بعت رسالة جميلة جدا. سلام عليكم،
انا علاء ده هو بقى علاء اللي باعت مش من علاء يمكن ايه هي باعت عن ابوها يعني عندي 52 سنة بعاني من العصب السابع بقالي 8 اشهر رحت كشفت عند دكاترة مخ واعصاب واخدت علاج ما جابش نتيجة ورحت تاني للدكتور قال ده عصب وعملت عصب على الوجهين وقال دي حالة نادرة وهو مأثر على عيني وعلى الكلام وعلى رجلي وأنا مريض سكر وضغط. رسالة في منتهى الجمال. أولا ما تقلقش. ما تقلقش. العصب السابع تشويه. لكن كمرض ما تخافش. مرض بنكتشفه لما ابص في المراية. لا له ألم ولا له وجع ولا له أي حاجة. واحد يصحى الصبح يبص في المراية يلاقي وشه النص ده عينه ما بتقفلش بقه معوجع الناحية دي جايز الريالة تنزل اللعاب ينزل من الناحية دي ده شلل العصب السابع. لكن أنا ما اخدش الأمور سهلة كده. يعني إيه عصب سابع؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا 12 عصب طالعين من المخ. انتوا عارفين الاعصاب يا طالعه من النخاع الشوكي ايديا ورجليا وامعائي والرئه والقلب كل ده طالع من النخاع الشوكي. لكن في 12 عصب طالعين من جذع المخ الاول والثاني الى 12. السابع واحد منهم. السابع رقم 7. هما مترتبين حسب ما طلعوا، يعني الاولاني اسمه الاول، الثاني وهكذا. الاول مسؤول عن الشم. الاول مسؤول عن الشم. يعني انا بشم بالعصب الاول. لا قدر الله لو جالي اي مشكله في العصب الاول افقد حاسه الشم. تقول لي على ناحيه ولا ناحيتين؟ اقول لك على ناحيه. على ناحيه. اللي بص فيها ما هو مش معقول بقى الصدفه راحت واحده الاول هنا والاول هنا، لا ده خدت عصب يا على اليمين يا على الشمال. تقول لي طب وعرفه ازاي؟ اقول لك برافو عليك. هو ده السؤال. طب ما انا شامم. ما انا شامم. هو انا انت عارف انت بتشم باليمين ولا بالشمال؟ انت شامم سبحان الله. عشان كده لما نيجي نختبر العصب الاول بنقفل ده. واحدة وشممه يقول لي انا شامم، اروح عامل على العكس يقول لي مش شامم. هجيب له مادة مش لا هي كلونيا ولا هي خل ولا حاجة ولا امونيا مش مهيجة للاعصاب، حاجة زي البن او زي الدخان. لو حد يشم الدخان هو ده اللي بعمله عليه الاختبار، ده العصب الاول. وبعدين تقول لي طب وايه يعني؟ طب ما انا ممكن اعرفه. اقول لك لا ما احنا انصح منك بقى. الدكاتره انصح منك. قبل ما اجيب الماده بقول لك غمض عينيك. فغمض عين العيان وسد احد فتحات مناخيره واجيب له الماده اللي مش مهيجه، يعني لا هي امونيا ولا كلونيا ولا خل. ليه؟ لانها هتشغل عصب تاني غير ده هتكلم عليه بعد شويه. واحط له هذه الماده اقول له شامم ولا لا؟ يقول لي شامم خلاص. الناحيه الثانيه مغمض عينيه بختبر واحدة واحدة، ما اقدرش اختبر الاثنين سوا. ما اقدرش، لان لو حطيت مادة وواحدة مش شغالة مش هعرف. فلازم كل واحدة تختبر لوحدها. ده العصب الأول، العصب الثاني بتاع البصر. بتاع البصر. أنا بشوف بالعصب الثاني. عشان كده دكاترة الرمد كلهم لما تروح لهم يعمل لك قاعين، يشوف العصب الثاني منبته سليم ولا لأ. اي مشكله في العصب الثاني بتعمل تاثير على البصر اللي هو ميدان البصر. ميدان البصر، ميدان البصر ده الدايره اللي بشوفها، بس بشرط طبعا كل عين بتختبر لوحدها. الثالث والرابع والسادس بتوع حركه العين. سبحان الله، والله سبحان الله، في كل الاتجاهات وكل واحده لها عصب خاص. عايز ابص فوق كده اهو، بصيت فوق عصب. عايز ابص تحت اهو، بصيت تحت عصب. عايز ابص يمين عصب. العصب الثالث والرابع والسادس
بيغذوا العضلات اللي بره العين، اللي بره المقلة، اللي بتحرك العين يمين وشمال وفوق وتحت. سقط سهوا 5. انا قلت الاول والتاني، 3 4 6، انا سبت 5. 5 عصب بتاع الوجه، جزئين، جزء حسي احس بيه وجزء حركي اتحرك بيه او امدغ بيه. المدغ اللي فقد قدرة المدغ فقد العصب الخامس، مين؟ اللي هو العضلي. طب والحسي؟ الحتة دي لا عصب، والحتة دي لا عصب، والحتة دي عصب، له 3 عصب، جاي فوق الحاجب، وعصب جاي عند المناخير، وعصب جاي على الفك. 3 هم اللي يحسوا، اختبرهم كده. فاضل مين بقى؟ السابع اللي بتتكلم عليه. قلت الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، السابع العصب الوجهي، هو اللي بدينا تعبيراته الشنا. ألا يستحق هذا؟ سبحان الله، ربنا عمل له عصب لوحده، عصب لوحده، تعبيرات وشك مكشر، طب عايز أغمض عينيا، طب عايز أوريك سناني، أنا بوريك سناني الناحية دي بالعصب السابع، وأوريك سناني الناحية دي والعصب السابع اللي الناحية التانية. عصب وجهي مسؤول عن حركة العضلات في الوجه. الوجه ما بقولش المضغ، المضغ العضلة دي، ودي ده الخامس، لكن عضلة الوجه السابع. عشان كده اللي يحصل له شلل في العصب السابع ما يعرفش يغمض عينه، لان ده وجه ما يعرفش يغمض، تلاقي عينه مفتوحة والتانية بتقفل، اقول له زر على عينيك الاتنين، يقفل واحدة والتانية لا. ما يعرفش يوريني سنانه في الناحية المصابة، طب اعمل لي كده، ما يعرفش. والسليمة هو بيدي تشوه، لان المنظر الوشي بيتغير، الفتق اللمة دي اللي ما بين الانف وبين الخد، الجروف ده، الفجوة دي بتفقد، لان دي معمولة بعضلة بتفقد، تلاقي وشه اتعمل كده. لو بيكشر تلاقي مكشر على ناحية وناحية لا، مش عارف يكشر. ده اسمه العصب الوجهي المسؤول عن تعبيرات وجهك. شوف ربنا خلاه لوحده، خلاه لوحده. ألتقي معاكم بعد الفاصل إن شاء الله. قبل الفاصل كنا بنجاوب الرسالة اللي بتتكلم عن العصب السابع. العصب السابع سهل علاجه، سهل جدا، بس مش كله بيخف. احنا بندي العلاج للكل، مش كلهم بيخفوا. ساعات يبقى العصب السابع مصحوب، واحد يقول لك انا قعدت والشباك العربية مفتوح وهوا جالي كده، وردة بنشوفها كتير جدا. هل هو ده السبب؟ جايز احد تفسيرات شلل العصب السابع. ليه؟ سبحان الله، العصب السابع بيمر من ثقب ضيق جدا جدا، هو بيطلع من الجمجمة من ثقب ضيق جدا. الثقب ده لو التهب قفل عليه بوظه، لو الثقب التهب من البرد او لاي حاجة قفل عليه. ولذلك في احد علاج العصب السابع جراحة، يقولك اوسع الثقب ده، خليه افتح للعصب مكان كبير، شارع ضيق خليه كبير، بس ده في حالات نادرة جدا. احد تفسيرات العصب السابع ان الثقب ده التهب وتورم، فراح ضاغط على العصب بوظه. لكن هناك مرضى السكر، السكر بقى عنده التهاب اطراف اعصاب، ممكن ياخد السابع والسادس والرابع، ياخد اي عصب مخي. عشان كده العصب السابع مهم، لكن علاجه الاساسي هيزعل بقى الناس، الكورتيزون. عشان اضيع الورم اللي حواليه ده بستخدم الكورتيزون، ما يخوفش اطلاقا. ولو مريض عنده سكر ممكن نديهوله ونعمل حسابنا في السكر. انا عايز اقف هنا وقفه بقى دينيه. العصب السابع بتستخدمه تبتسم ولا تكشر؟ انه اسهل له تبتسم، اما بتكشر بتتعب العصب السابع، بتشغل عضلات اكتر كتير جدا من لو ابتسمت. كان واحد وقف معايا
على عبس وتولى. ما يغضب الله في انسان كشر بس اللي انا كشرت له ما شافنيش؟ ما يغضبك يا رب ده ما شافنيش؟ طب ما ممكن ابن ام مكتوم كان يبقى مفتح وكان اللوم يبقى خلاص اغضب الله انه كشرت للراجل ده. ابن ام مكتوم كان اعمى، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. انا افهم من الايه دي ان يبقى التكشير حرام، ان التكشير حرام، ما تكشرش. اللي بيكشر بيغضب ربنا، اهو ربنا لام الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اشرف خلقه لما كشر لمين؟ لواحد ما شافوش. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. الرسول ما قالش ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. شوف انت ما بتطلع كام جنيه كده بتبقى سعيد قوي قوي، ده انا طلعت لله ابتسامتك زيها. ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. انا مره كنت مع اعز اصدقائي اخويا الدكتور عمر الخشاب. عمر الخشاب ده اخويا اكبر استاذ كلى في مصر، ده ابن الدكتوره سهير القلماوي رحمه الله عليها والدكتور يحيى الخشاب عميد كليه الاداب. اخويا ما يوميا بدعي له وهو كذلك. مره كنا مع بعض في فرنسا، قلت له يا عمر ايه رايك نشوف نسبه العبوس، ايه رايك نشوف نسبه العبوس الناس المكشره قد ايه؟ لانهم 4%، لانهم 4%، 96% من فرنسا الفرنساويين ماشيين مبتسمين. الله، هم قروا القران عشان يبتسموا؟ مش بس كده، في حديث للرسول هل ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم، اقسم بالله العظيم طول ما انت ماشي في فرنسا تجد هذا الحديث، طول ما انت ماشي بونجور باي باي، افشوا السلام بينكم. ناس مبتسمه بتطبق حديث الرسول. جينا مصر انا وعمر الخشاب اخويا وحبيبي، قلنا يلا نعمل نسبه العبوس. مشينا في شارع فؤاد في وسط البلد، لقينا 96% مكشرين واللي مبتسمين 4% بس. الا يستحق هذا الدراسه؟ الكلام ده كان من 15 سنه، من 15 او من 20 سنه. الا يستحق ده دراسه وتنبيه يا اخوانا؟ ما تكشرش، لو كشرت هتتعب العصب السابع هترهقه. ابتسم هتكسب وتكسب ثواب وتعمل كل حاجه. فده العصب السابع ده احنا وقفنا عنه. 8 الاذن هو مسؤول عن الاتزان والسمع. العصب الثامن مسؤول عن السمع والاتزان، ولذلك بنفحصه بحاجتين، نفحص السمع نشوف بيسمع ولا لا، وطبعا ودن بتتفحص، ونفحص الاتزان. ساعات واحد يقول لك انا الدنيا بتلف زي اللي بيجي لهم الدوار الحركي، تلاقي واحد ما يقدرش يركب عربيه، ما يقدرش، مجرد عربيه تلاقي داخ ورجع وكده. فالعصب الثامن مسؤول عن حاجتين، عن السمع وعن الاتزان. 9 و10 و11 و12 عن اللسان، هو مسؤول لسانك بيحركه. 9 و10 و11 مسؤول عن جزء في الجهاز الهضمي والبلع. فده لا يقال في الاعصاب المخيه دي الا سبحان الله. كل واحد عارف هيعمل ايه، كل عصب عارف هيعمل ايه. وحاجه يعني اعجاز فعلا خلق البني ادم ده. نمره 12 لو لا قدر الله حصل فيه شلل، بيبقى واضح جدا جدا ان الانسان مش عارف يتكلم، لان انت بتتكلم معظم الحروف بلسانك. في حروف بالحلق وفي حروف بالشفايف وفي حروف باللسان، معظم الحروف باللسان، فتلاقيه متعثر انه يتكلم لو حصل شلل في اللسان. في 2 12، واحد للنص اليمين من اللسان، واحد نص الشمال لسان، ومجرد ما العين نقول له طلع لسانك بيبان الشلل، بيبان اللسان يروح ناحيه الناحيه المشلوله، ينحرف ناحيه الناحيه المشلوله. طبعا الكلام ده بياخدوه طلبه كليه الطب بالتفصيل الممل عشان ما يغلطش في تشخيص الحاجات المخيه.
ده عضو مهم جدا جدا جدا، وقد يكون البدايه حاجه بسيطه جدا الواحد ما ياخدش باله منها خالص، زي عينه النظر ده قل شويه. كل واحد يجد عرض هو مش متعود عليه يسرع بالذهاب للطبيب، لان قد العرض في اوله غير في اخره. عيني دي ابتدت النظر جري، قد يكون السبب في العين سهل جدا، وقد يكون السبب خلف العين اورام او الى اخره. فاي واحد يحس باي عرض جري على الدكتور، نلتقي باكر ان شاء الله.